بقى لمعشوقنا نادي الزمالك، وشايف ازاي الزمالك يقدر يستعد يا ابو الكباتن للقاء القمه، وحضرتك لعبت لقاء القمه ودربت مع الزمالك لقاء القمه، شايف ازاي شوف، يقدر الزمالك يستعد؟ اهم حاجه في مباراه القمه دي الاعداد النفسي. وفريرا عنده الحته دي، يعني رغم ان هو عنده بعض الامور المتشدده قوي، ودي نتيجه نظام او عدم، يبقى ما فيش عدم فوضى في الفرقه، صحيح. ولكن هو معذور لان اللعيبه دي بس اللي موجوده حاليا دلوقتي. ويمكن الماتش اللي فات كان ممكن على فكره نطلع من الكاس، صح. لانه انا بقول لك هو اخطا في الاول لما لعب اربعه ناشئين ماتش زي ده، وعنده الدكه او الناس البدلاء تأدي واكتر، ولذلك التغيير هو اللي رجح كفه الزمالك في الفوز. اذا كان سيف جعفر هو جاب الجون وبعدين بن شرقي، القصه دي فيها خبره، فالنادي الاهلي والزمالك او الزمالك لازم يلاعب الاهلي بخبرات واعداد نفسي، لانك انت اخر مباراه خسران وهتلعب على انك هتخسر، لا لازم تقول لازم اكسب، لازم عندك النابع من جوه او الاراده من جوه ان انا هكسب الاهلي في اي ظروف تحصل. ما عندناش قيد، في اصابه، في طارق مش هيلعب، في فلان مصاب، ملناش دعوه. هو النهارده بدأ فريرة يعمل ده على فكره في التدريب، وعمل جلسه مطوله مع اللعيبه قبل التدريب، جلسه كان كلها تحفيز ورفع الحاله المعنويه للاعبين، فهو بدأ يشتغل على الحاله النفسيه اكتر من النهارده، بدأ من النهارده يشتغل نفسيا. طب شايف اللعيبه اللي ممكن ما تشاركش؟ يعني عندنا ان شاء الله كلهم يلحقوا، بس لسه طبيا مش جاهزين 100%، امام عاشور ونجم والمسلوسي وحازم امام وفتوح. شايف يعني ازاي يقدر يتعامل لولا قدر الله كان في غيابات؟ هو جرب عبد الشافي شوط وجرب جمعه شوط. هو احنا عندنا مشكله واحده بس، ان يعني انا كنت اتمنى يعني ان شاء الله يلحق عاشور، ان شاء الله طارق مش هيلحق. طارق مش هو هيلحق. بالنسبه لي انا من الناس اللي عنده مرونه في المراكز، يعني باك وسيرت باك ويلعب في نص الملعب ويلعب مهاجم، ما عندوش اي مشكله. صحيح. وكل هو مش هيلحق هيأثر شويه في نص الملعب. طب هل لو امام لحق اللقاء ان شاء الله، يعني ممكن يغامر بيه كباك رايت؟ يعني لو حازم ومسلوسي مش جاهزين، ممكن يلعب بامام باك رايت ولا يخليه في مركزه احسن؟ مضطر، لان علاء مش هيلعب. انا كنت لو علاء كان موجود كان ممكن يلعب عبد المنعم، عبد الغني باك رايت. محمود علاء عنده ايقاف، انا مش عارف. وبعدين مش ممكن تجازف بولد صغير زي حسام، يعني بلاش نغامر بالشباب، بلاش نغامر بيهم في بدايه اللقاء، ممكن يبقى تبديله جاهز. او يعمل حاجه ثانيه كان بيعملها، ان يرجع زيزو، بس زيزو هنفرده في الناحيه الهجوميه، لان هناك مش جاهز. وما عندكش الوينج رايت الا لو هتلاعب بقى نيمار او يوسف اسامه نبيه، اي حد من الصغيرين. وانا بقول حرام نبدا بالصغيرين، حرام، يعني لان التجربه ممكن تخلص في اول ربع ساعه. ممكن ينزل كبديل، يعني ممكن كتبديله زي كده اسامه فيصل لما نزل في اللقاء وسجل في ماتش القمه كمان، فكتبديله يكونوا شكلهم افضل. لا عشان كده عنده مشكله. هل عاشور لو لعب باك رايت يبقى نص ملعب فاضي ولا مش فاضي؟ مع مثلا هيبقى هيلعب مين؟ رؤى واسلام، مين؟ امام. طب الباك رايت مين؟ في حيره. لكن هو اضرب بالجاهز واللي يقدر ينفذ له القصه دي. ممكن يلعب عبد الله جمعه، هو تقريبا كده هيلعب 3 4 3، يعني بالاسماء الموجوده بالغيابات، فممكن يحلها ب 3 4 3. بس لو لعب 3 4 3 لاعب في خط الدفاع الونش وعبد الغني وعبد الشافي، دي بقى فيها مكاشفه. لسه كنت هقطعك واقول لك طب مين الثالث؟ لا اصل بص، صعب تجازف في الاهلي. طب هل رحيل مدرب النادي الاهلي في التوقيت الحالي ده يعمل ضغط على مين اكتر؟ على الفريق النادي الاهلي ولا على فريق الزمالك؟ لا لا لا، على النادي الاهلي مش علينا. هو المفروض يرفع حاله الزمالك معنويه، يعني يرفع حاله اللعيبه المعنويه طبعا، وممكن ياثر على سامي قصاد. سيبك من الماتشات اللي فاتت دي خالص. الاهلي والزمالك حاجه ثانيه خالص، وتفكير قبليها ب 48 ساعه ده كده لوحدك، ما تنامش تفكر هتعمل ايه، تسوي ايه كده. لكن الماتشات اللي هي الكاس والحاجات القديمه والجديد ده عادي جدا تغير. لكن هو لما عمل شوط عبد الشافي ارتباك وشوط باك ليفت او عبد الله جمعه في نص الملعب مره عشان يشوف
مين اللي يقدر يسد الثغرات اللي مكان اللعيبه، وخاصه هي المشكله عندنا بس الوحيده مين مكان امام وطارق حامد، هو ده خط النص. المشكله خط النص ان شاء الله امام يكون جاهز بشكل كبير. ان شاء الله امام يكون جاهز بشكل كبير، يعني اتمنى يكون جاهز، هيفرق جدا جدا مع نادي الزمالك في خط النص. يعني ان شاء الله اللي جاي يكون افضل. ان شاء الله يا رب باذن الله تعالى. طب الخطه اللي انت تتمنى تكون موجوده في اللقاء ان شاء الله مين؟ ايه؟ الخطه اللي تتمنى يبدا بيها الزمالك مين؟ هشوف انا اقول لك البرتغاليين ما عندهمش غير ثلاثه، قصدي اربعه 2-3-1. ودي اللي بيجيبها المصريين. 4-2-3-1، اوكي. هيجي بقى يقول لك 4-4-2، مش عارف 4-2-4، القصه دي كلها محتاجه تدريبات لا تقل عن اسبوع 10 ايام. اللي بان في الماتش اللي فات بتاع الداخليه ان اقرب حاجه 3-4-3 او 3-3-4 زي ما حضرتك قلت. طب لو قلنا 3 لو قلنا 3-4-3 مين بقى التشكيل؟ هي دي المشكله، كان علاء كان بيعملها هو وعبد الغني والونش. تمام. وقدامهم بص بقى روقه لوحده ينفع، طارق حمد لوحده ينفع، لانك انت قعدنا كاربعه مدافعين. لكن دلوقتي مفيش علاء، هتغير حساباتك، هتلاعب الصغير، هتلاعب عبد الشافي، مع ان عبد الشافي ممكن يعملها. تلاقي عبد الشافي اوقع. اوقع وخبره والتزام. بس هل هتجيب مردود خاصة في ماتش الاهلي والزمالك؟ يعني ما جربتهاش مثلا في ماتش اسماعيلي، في ماتش مثلا انبي، دخلت على طول عليها على الاهلي. ده اللي ممكن نقول ممكن عبد الشافي بخبرته يعملها او ما يوفقش. هي بس الثقة عندنا في عبد الشافي ان هو من اللعيبة الرجالة اللي بتكون مركزة وخبراته كبيرة فيقدر يلعب ده. تمام. طب وخط النص، خط النص بقى الأربعة هيكون يمين زيزو ولا هيبدأ زيزو يمين وبن شرقي شمال ولا فتوح شمال ولا يخلي زيزو في الخط الهجومي؟ يا ريت فتوح، أنا عايز زيزو قدام. يعني باذن الله لو فتوح يرجع بالسلامه هيفرق الحته دي كويس وهيهاجم هيبقى كويس جدا، لكن زيزو لو لعب لوراه هيبقى انتاج. يعني خط النص يعني مثلا ان شاء الله يبقوا بألف سلامه، فنقول حازم امام يمين شمال فتوح، خط النص امام وجنبه رؤى او اسلام. احنا بنقول اسماء حتى بالناس اللي بتجهز، يعني لسه في ناس ان شاء الله يكونوا جاهزين. وفي الخط الامامي ممكن زيزو بن شرقي وسيف ولا عمر، سيف راجع منتشي بانتصاراته مع منتخب التونسي. انا بقول سيف، ان عمر السعيد دلوقتي يعني حتى الماتش اللي فات صحيح ما فيش كور بتجيله كتير لان ما فيش حد بيلعبه من تحت، بس للاسف بيعمل فاولات كتير عمر حتى في الالتحامات. انا كان نفسي يهدى شويه في التحاماته، ان الحكام بقت متسرعه مع انه بقى عندهم صوره ذهنيه ان هو بيخبط بيبقى اصطدام قوي وده بيعطلك لعبك هجوميا. لكن زي ما حضرتك قلت سيف راجع من تونس وعنده فوز كبير وعنده نشوه الفرحه، فممكن هنا يبدا باذن الله. السؤال الاهم اللي الناس كلها مش قادره تحدد، مين حراسه مرمى؟ جبل ولا عواد؟ الاثنين كبار طبعا، بس حضرتك تفضل مين يبدا اللقاء؟ شوف حاليا دلوقتي عواد. يعني عشان في الملعب. لا لا تمام، عشان في الملعب. يعني نتمنى ان احنا يكون عندنا ثلاث جوان مش جونين بس كويسين جدا، وده اللي موجود دلوقتي. صحيح. لكن انا زعلت ان عواد ما راحش المنتخب حتى يبقى ثالث يا سيدي، ان هو اللي كان بيلعب، هو اللي كان عنده نوع من الاجابه تتعدى 90% حتى في ضربتين الجزاء اطوال. ولكن يعني مبدئيا انا عايز عواد، لان اخر مره ابو جمل دخل فيه خمسه للاسف النفسيه مش عارف هيحبها فيه ايه، ولكن هو يعني ايمن طاهر والمدرب ممكن يضربوا الموضوع ده او يشوف مين احسن فنيا. لا ممكن يحس ان ابو جبل الكيرف عنده اعلى، ان هو عايز يثبت ان هو افضل. يعني برضه هو كابتن ايمن اكيد هيشوف ساعتها الاثنين كبار، الاثنين كبار طبعا، لكن هو هيختار الافضل ان شاء الله يا رب، والاثنين في صالحنا ان شاء الله. وعواد برضه من الناس اللي جاهزه جدا، رد فعله بيكون عالي في اللقاءات. يعني كويس جدا حتى هو في اسماعيلي، والوحده السعوديه انا شفته، انا كنت هناك في السعوديه شفته، من الاجوان الكويسه جدا. بس هو انت عارف الكون لازم يلعب باستمرار عشان ياخد الثقه وياخد التاقلم على المدافعين وعلى الناس اللي حواليه. سؤال عن الناشئين، الماتش اللي فات شفنا مجموعه من الناشئين، تنصحهم بايه الفتره الجايه؟ دايما ساعات الناشئ في بدايته لو خرج بذهنيا خارج الملعب للاسف
مستقبله بيضيع داخل الملعب، فتنصحهم بإيه الفترة الجاية عشان يكونوا أساطير داخل نادي الزمالك؟ التدريب التدريب التدريب، ما تزهقش، الوقت عندك والمستقبل كبير. أنت محظوظ أنت لعبت دلوقتي في الفريق الأول في نادي الزمالك، أجدت بدرجة مش وحشة. كل أنت تخرج الشوط الأول 1-0 ده مش من عندك. ولكن اللي كمل اذا كان سيف او نيمار او يوسف او رضا الباك رايت، مش اسمه رضا، محمد طارق لعب باك رايت، وفي بيسو نزل، وفي سيد نيمار عمله كويس جدا جدا. بس الوقت المناسب اللي يختاره المدير الفني في ان يبدا بيهم هي دي العلامه المميزه اللي ممكن يكمل معاه. انت شكلك عاجبك الباك رايت يا ابو الكبات. نعم، شكلك الباك رايت تحركاته عجبتك محمد طارق. طارق ده انا اول مره اشوفه صراحه، لكن اللي عجبني اكتر نيمار في الحته دي لما لعبنا 3-5. صح، فنياته عاليه قوي بصراحه، اللياقه والشد العضلي والعصبي هم اللي اثروا عليهم. يعني يتمنى ان شاء الله يكون ليهم دور قوي جدا الفتره الجايه. كمان يعني مين؟ احمد عيد كمان. احمد عيد موجود، رجع من الاسماعيلي. ان شاء الله الزمالك يفوز ان شاء الله. الزمالك قادر على الفوز. وتوقعاتك للقاء كام كام يا ابو الكباتن ان شاء الله؟ انا ما اقدرش بالماتش ده اتوقع، لكن اتمنى الزمالك يكسب. اكيد اكيد. 1-0 2-1 2-0 اي نتيجه كان. بس لازم يكون الاول قبل ما اكسب يكون عندي الاراده ان انا اكسب. صحيح، ما تهزش ولا اخاف من 5-2 ولا 5-3. لا لا، واخش ان انا الماتش ده يديني دوري، وخلي اللي هيكسب الماتش ده هياخد الدوري ان شاء الله. الماتش من نصيبنا والدوري من نصيبنا. كابتن محمد صلاح، اشكرك جدا جدا على المداخله الجميله دي، وعلى وقت حضرتك اتكلمنا في مواضيع كتير عن منتخب مصر، عن نادي الزمالك، عن الاتحاد، وان شاء الله كل الجاي يكون في صالح الرياضه المصريه.